الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا بعض الصيغ أو ما يسمى الفورمولا من برنامج إكسل، مهم جدا لطلاب الاقتصاد القياسي وطلاب الاقتصاد الرياضي وطلاب ما يسمى بالسلاسل الزمنية وطلاب المحاسب والتمويل بشكل عام. فهذه الصيغ بسيطة جدا جدا. عندي الآن على سبيل المثال في هذا الجدول هنا أربعة أرباع السنة، الربع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وعندي هنا حالة المخزون من بعض السلع هنا في المستودعات، إطارات سيارات معينة، محركات على سبيل المثال، يعني بهمنا المبدأ هنا، وبطاريات السيارات. عند هذه الشركة أو المنشأة التي تمتلك هذه المستودعات عندها خمسة أشكال من التخزين. في المستودع الرئيسي هنا اللي بتلاحظوا المستودع، المستودع الكبير، ثم المستودع الأوسط، ثم المستودع الصغير، وهنا معروض للبيع مباشرة بأحد الأوتلت، يعني محلات البيع لها. هذا بالربع الأول، ثم بالربع الثاني يتكرر، وهذه الكميات اللي هنا. فالآن أريد أن أستخدم بعض الصيغ المهمة جدا كي نتعلم هنا، يعني بالسرعة الممكنة، كيف يمكننا أن نميز هذه الأرقام ونجمع ونطرح ونقسم وهكذا على سبيل المثال. فأبدأ الآن على سبيل المثال، لاحظوا هنا الإطارات، أضلل كل هذه الخلايا من صفر، يعني من خمسة صفر واحد. طبعا هنا عندما نذكر أنه صفر ليس هناك أي مخزون، وربما يطلع عندي سالب هنا، سالب أربعة، المقصود بها بأننا اقترضنا من شركة ما أربعة إطارات، أربعة أزواج من الإطارات على سبيل المثال، ولا بد من أن نعيد تخزينها في المخزن الرئيسي ونسد يعني هذا القرض علينا. فهذه الأرقام الآن أذهب إلى ما يسمى conditional formatting. هاي الآن لدي عدة خيارات، من أفضل خيارات اللي بنستخدمها إحنا بالاقتصاد بالعلوم اللي هي القياسية اللي هي الألوان. لاحظوا الألوان هنا، نختار أي يعني أي خلية من هذه الخلايا هنا، لكن الألوان المفضلة لدي أنا إنه يعطيني الآن الأرقام أو البيانات أو القيم هذه حسب الألوان. فلاحظوا عندما ضغطت إنتر واخترت يعني هنا الألوان، فهنا الآن أعطاني درجة اللون المناسبة حسب الكمية. لاحظوا هنا سالب أربعة أعطاني أكثر إشي غامق، اللون الأحمر، وطبعا صفر أقل منها، ثم واحد اثنين وهكذا، أعلى رقم بعطيني أخضر غامق. لاحظوا لي هنا، وبالتالي اختار لي هو الألوان المناسبة التي تبين يعني حجم المخزون وما شابه. هذا الحكي ينطبق على هذه الخلايا وهذه الخلايا، وعلى سبيل المثال يعني أستطيع تضليل كل هذه الخلايا، ثم أختار الكالر سكيل الأولان نفس الشيء، نفسه هنا. لاحظوا لي هنا الأخضر اختلف، أعطاني أعلى قيمة هنا، وهنا سالب 40 أقل قيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لخلايا البطاريات، كذلك الأمر هنا. أضغط هنا وأختار ما يسمى بالكالر سكيل وأضغط، وبالتالي أعطاني ألوان مختلفة عن هذه الأشياء. هاي أول يعني صيغة من الصيغ اللي هي conditional formatting. الصيغة الثانية أن الآن أضع المجاميع هنا، يعني مجموعة هذه الخانات، مجموعة هنا الآن بختار ما يسمى الفورمولا تساوي صم، اللي هو المجموع باللغة العربية، المجموع صم. يعني نفتح قوس ومنظلل كل هذه الخانات على سبيل المثال، أوكي، ونغلق القوس، نضغط انتر، فبطلع عندي 168. الآن مجموع في الأرباع الأربعة طوال السنة بكل المستودعات وما هو معروض للبيع، المجموع 168 زوج من الإطارات أو إطار. كذلك الأمر هنا ينطبق هذا الحكي هنا صم، نفتح قوس، والآن منضلل كل الخلايا هذه، نغلق القوس، نضغط انتر، فبطلع عندي سالب 50. لاحظوا لي إذا في عندي عجز هنا في المحركات، يبدو أن الشركة الآن تواجه مشكلة. وكذلك الأمر هنا تساوي صم، وأضغط الآن على كل هذه الخلايا، أغلق قوس، أضغط، وبالتالي على 254 بطارية. إذا هنا يستطيع المدير أن يعني أن يكون لديه فكرة سريعة عن المخزون من هذه الأشياء.
هذه المجاميع اللهم. الآن بدي أستخدم صيغة أخرى اسمها الصم إف أو الأفرجز، يعني عفوا يعني ممكن أطلع متوسط هنا يساوي average وبفتح قوس طبعا اللي هو المتوسط، متوسط الأرباع الأربعة هذول من السنة لكل هذه الكميات، أغلق القوس وأضغط الآن متوسط 8.4 بهذا، أضعها بالمتوسط حتى أبين كذلك الأمر. هنا تساوي average، بس أذكركم بأشياء بسيطة، وأضلل كل هذه الخانات هنا كلياتها، أغلق القوس أضغط بالمتوسط، أنا يعني مديون باثنين ونص وحدة، وهنا تساوي average، وأغلق القوس وأضلل كل هذه الأشياء بالخانات، أوكي، وأغلق القوس أضغط، الآن عندي 12.7 بالمتوسط وحدة من هذه السرعة. إذا هنا عندي 168، عفوا المجموع 168 وحدة، هنا عندي المجموع سالب 50 وحدة، هنا المجموع 254 لكن بالمتوسط حسب الأرباع الأربعة، وعندي طبعا حسب المستودعات فبالمتوسط عندي 8.4، هون سالب 2.5 وهنا 12 وحدة. في عندي الآن كمان مهم جدا اللي هو صم إف، يعني بنجمع بس في مشروطة، يعني في conditional summing أو مجموع مشروط تحت شرط معين. هنا بضع تحت الإطارات على سبيل المثال تساوي sum if وأغلق القوس وأختار، الآن أريد أن أختار من هذه اللي هي الخانات الرئيسية هنا كلياتها، اللي هي المستودعات الرئيسية الكبير الأوسط الصغير والمعروض للبيع، كذلك الأمر يتكرر النمط نفسه حتى نهاية الفصل الرابع أو الربع الرابع. والآن أختار طبعا بعد ما وضعت ضللت كل هذه الخانات، أضع كوما اللي هي فاصلة، وبدي الآن المجميع حسب هذا المعيار. لاحظوا لي هنا في عندي الرينج، إذا وضعنا الرينج من هون لهنا هذا الرينج، الآن الكرايتيري اللي هو المعيار أنا سأختار هذا المعيار، وفاصلة صغيرة مرقطة أو الفاصلة عادية، فاصلة عادية، ثم يعني أطلب منه أنه يبحث لي عن المستودع الرئيسي في كل هذه الخانات، أغلق القوس أضغط إنتر فبعطيني 24. الآن المستودع الرئيسي لاحظوا لي بكل أربعة فيه 24 يعني من وحدة الإطارات، 24 وحدة من الإطارات هذه. الآن سبحان الله أستطيع أني أعممها، يعني لأني وضعت هنا لاحظوا الفورميلا أو الصيغة اللي هنا صم إف، بفتح قوس ضللت كل اللي في هذه الخانات اللي هي تحت عنوان المستودع الرئيس الكبير الأوسط الصغير والمعروض للبيع من أولها لآخرها، ثم اخترت المعيار هذا اللي هو الرئيسي، ثم اخترت من أين يبحث عن المجموع صم إف، المجموع من الإطارات فقط، وهذا العنوان هو الإطارات. أستطيع أن أعممها الآن، هذه الآن المربع هذا الخفيف اللطيف هنا أستطيع أني أسحبه إلى الأخير ويذهب إلى تعميم على كل المستودعات. لاحظوا لي يجب أن يكون مجموع هذه الخانات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة أجزاء كل واحد لازم أن يكون مجموعها يساوي 168. هل هذا صحيح؟ إذا يساوي صم، نفتح قوس ونجمعها ثاني مرة حتى نتأكد، نغلق القوس 168، إذا ما قمنا به هو صحيح، وبالتالي تستطيع الآن أنك تعمم هذه الفورميلا صم إف على الجميع. كذلك الأمر هذا ينطبق على المستودع الرئيسي بالنسبة للمتحركات، دعنا نجرب ذلك. هنا تساوي صم إف ونفتح قوس صم إف، المهم ما نغلطش لأنه حساس جدا للخطأ الطباعي، نختار من كل هذه المستودعات، ثم نختار بعد الفاصلة هذه نختار المستودع الرئيسي، ثم فاصلة ونختار الآن عن المحركات، لاحظوا هنا المحركات، ونغلق القوس وبالتالي بعطيني سالب 4 بالمتوسط، سالب 4. الآن أريد أن أعمم ذلك على كافة المستودعات، كم هو بالمتوسط؟
إذن أعطاني إياه. يجب أن يكون المجموع هنا المجموع سالب 50، هل هذا صحيح الآن؟ دعنا نجرب ذلك. يساوي صم المجموع هذه الأشياء هنا، ونغلق القوس، نضع انتر، وبالتالي سالب 50، إذن ما قمنا به هو صحيح. هذه الطريقة اللي هي صم اف مهم جدا أنك تفهمها، لأنها بتفيدك بالاقتصاد وبالمحاسبة وما شابه. نذهب إلى الشريحة الثانية اللي هي الشيت رقم 2. هنا آخر كمال بدي يعني أبين لكم أحبة الطلبة، لدي مجموعة من الطلبة: محمد، سالم، فاطمة، نور، علي، وعزيزة. هاي علامات الطلبة: 92، 75، 90، 83، 90، 73. الرقم الجامعي لكل واحد هنا 19، 230، 17، 315، وهكذا. وأين يسكن هذا الطالب؟ في الريف، في المدينة، في الريف، وهكذا. فلدي مجموعة من الطلاب. الآن أريد أن أضع هنا في هذه الخانة محمد. يجب أن لا تخطئ بالطباعة لأنه مهم جدا جدا. وهنا أذهب إلى هذه الخانة، وبدي الآن أستخدم ما يسمى بالفي لوك أب، اللي هو كوماند الفي لوك أب. تساوي، تضع يعني إشارة تساوي، بعدين في لوك أب. أريد أن أبحث، طبعا تفتح قوس مباشرة، وراح يختار الآن فلوك أب. لوك أب عن ماذا الآن؟ أريد أن أبحث عن محمد، فاصلة من أين، من هذه الخانات، والمطلوب طبعا هذه الخانات كلها تضللت أنا. فاصل الآن ماذا أريد؟ أريد العلامة، لأنه هنا أمام العلامة. إذا أنكم يعني قبل قليل كانت تعني أرجع هنا أوكي، بس حتى أفرجيكم أنه هنا نتحدث عن العلامة. فالآن هنا تساوي ثاني مرة في لوك أب، وأغلق القوس وأبحث عن محمد الآن، معنى فاصلة، أبحث عن محمد، كل ما يتعلق بمحمد، اللهم صل على سيدنا محمد، بكل هذه الخانات. ثم الآن العلامة أين وقعت؟ هذا هو العمود الأول، هذا العمود الثاني، هذا العمود الثالث، هذا العمود الرابع. يجب عليك أن تحددها الآن: العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع. العلامة أتت في العمود الثاني، إذن بضع 2 العمود الثاني، ثم أنهي الآن. بدي أنا بالضبط تطابق كامل فقط عن العلامة المتعلقة بمحمد. إذا بكتب false عن أي شيء آخر، هذا الكوماند. الآن أغلق وأضغط فهو 92 فعلا. لاحظوا لي هون 92، لأنه الآن انتبهوا للكوماند. الكوماند بقول VLOOKUP. الآن بحثنا عن الكرايتيريا تبعتي، أني أنا أبحث عن شيء محمد، اسم محمد، طالب محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين بيقول لي من أين تبحث عنه هنا، اللي يعني بعد ما وضعت الخانات هذه، بقول له ابحث لي عنها بهذه الخانات هنا، هاي 1 2 3 4 5 6 في 24 خانة، إذن بضل ال 24 خانة. بعدين في أي عمود وقعت العلامة؟ وقعت في العمود الثاني. بعدين فقط أريد أن أطابق علامة محمد بما يعني فقط عن العلامة أبحث، لا أبحث عن شيء آخر. أغلق، أكتب فولس، أغلق، فطلعت 92. لاحظوا الآن لو أغير هذا الكلام إلى فاطمة، على الثانية فاطمة، ما الذي سيحدث؟ العلامة انتبهوا لي 90 فعلا. الآن إذا غيرت لعزيزة، عزيزة أوكي، اضغط انتر، بتغيرها 73. وبالتالي أستطيع تعميم هذا الكوماند أو هذه الفورمولا، هذه الصيغة، على جميع الأشياء. دعنا نجرب هنا بعد إذنكم. مثلا عندي الآن عزيزة، وفعلا علامتها 73 عفوا، عن الرقم الجامعي الآن تساوي في لوك أب. مرة أخرى أغلق القوس، أريد عن عزيزة أوكي، كوما الآن، أين أبحث عن عزيزة؟ في هذه الخانات 24 ذكرتها قبل قليل هنا، وفاصلة، أين وقع الآن الرقم الجامع، لأنه هو رقم 2 هون، العلامة الرقم الجامع ثم مكان السكن، وقعت في العمود رقم 3. إذن أضع 3
وأريد مطابقة كاملة، إذا أضع باصلة false اللي هي لكل شيء آخر. والآن أضغط أنت، لاحظوا لي أعطاني الآن عزيزة أعطاني رقمها الجامعي هو 18595. لو غيرنا الآن هنا كتبنا على سبيل المثال علي، لاحظوا لي علي حساس جدا للكيس، هو سيعطيني علامته علي 90 ورقمه الجامعي اختلف. وهذا ينطبق كذلك الأمر على مكان السكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا أحبتي الطلبة المتابعين، مهم جدا هذا المقطع في الاقتصاد القياسي، في الرياضيات، في المحاسبة، العلوم الإدارية، إدارة المخازن كما يعني ذكرت قبل قليل هنا إدارة المخازن، وهنا عن البحث مرات في سلسلة زمنية أبحث عن كمية معينة وعن صفة معينة. إن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، قريب جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.